أنا بدي أشتكي على عدنان شنفاردي، خطف بنتي عايدة. فتون خانم، قبل شوي نارين خانم قالت إنها قوصتك. الموضوع كان غلطة، بنتي انخطفت وأنا جاي أقدم بلاغ. طيب نارين خانم، هلا صار فيك ترجعي على البيت. الو، في شي جديد صار معكم؟ لسه ما لقيناها، انت وينك؟ انا حاليا موجوده بالمخفر. أمي معنا بغرفتها. بس ما تكون مشيت ورد الرضا فتون، مو هديك قالت رح بهدله لبلال؟ ليك هاي هي نارين. نارين وينك انتي؟ ماشي بنت خالتي، رجعي على البيت فورا. هالمرة الحقيرة عن جد راح تشتكي اني خطف بنتها. بيقلي عقلي اروح اخنقها بايدي التنتين. نارين وقفي، لازم نحكي. اترك ايدي خليني روح. شو صار؟ انت شو عم تعملي هون؟ هالمرة اجت تشتكي على ابن خالتي عدنان، اتهمته بخطف بنتها، عندك علم بهالشي؟ وانت ضل عم تساعدن، اوعى تقصر. شو هاد يا؟ عدنان خطف اختي مشان الارض، انتو شو طينتكن مفكرين حالكم بالغابة ما في لا قانون ولا شي؟ طولي بالك، خلص ما يقعدي شوي. تعي شو؟ ما في حدا. عايدة سيادتك اجيت تفتش بيتي من شان هديك المرأة؟ شو بدي احكي معك؟ فتون خانم قدمت لنا شكوى ضدك يا عدنان بيك، واجينا مشان نعمل واجبنا. ركنا من هالحكي يا لؤي بيك، هلا انا بفتري على واحد وبجيبك تفتش بيته؟ معقول هالحكي؟ نحن ما قلنا اعتبار عندكم؟ ما لقينا حدا بالغرفة سيدي. ما بكفي انها خربت حياة ابي، كمان هلا جاي تخرب حياتنا نحن هون؟ بلال لا ترد على كلامه لؤي بيك، لسه ما هدي وجعه واجت هالشغله فوق راسه كمان. انا حكيت لك كل شي صار، هو هددني الي ولبنتي. قبل ما تختفي بنتي بشوي شفت زلمته عم بيلاحقنا. يا سبحان الله، هالمره ضيعت عقلها، اي زلمه كان لاحقكم؟ لؤي بيك انا قلت لك شو القصه، ليش بدي اخطف بنتها لهي المره وبتضل هي بنت مراد؟ خلص طلعوا انتظروا برا. لؤي بيك اذا بتريد دوروا بالمعمل والمستودعات وبأي مكان بيتعلق فيه، إذا بتريد لاقولي بنتي. والله يا لؤي بيك، دور بأي مكان بيخطر لك، ماني خايف وما عندي شي خبي عن حدا،